بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا السؤال ورد على آية الله العظمى السي الصادق الروحاني دام ظله الوارث من أحد أتباع أهل البيت عليهم السلام، يقول: أنا شخص واظبت على الالتزام بالواجبات وتخليت عن الكثير من المعاصي وأدعو منذ 6 سنوات في حاجة معينة، وإلى الآن لم أحصل على أي استجابة لدعائي، فما هو سبب عدم استجابة دعائي؟ فأجابه آية الله السيد صادق الروحاني دام ظله، وهو من أعاظم تلامذة الإمام السيد الخوئي قدست روحه الزكية، ونال مرحلة الاجتهاد بعمر 14 سنة. فأجاب سماحة آية الله العظمى صادق الروحاني دام ظله قائلا: بسم الله جلت أسماؤه، أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها، والدعاء إنما يستجاب مع تهيئة الأسباب لا بدونها، ولكن الدعاء بنفسه عبادة. ثم ماذا قال له؟ قال له: على أي حال فهذا ختم تقول فيه يا علي في مجلس واحد 14,000 مرة يكون مؤثرا في استجابة الدعاء، كما جرب، كما إن زيارة عاشوراء 40 يوم وإهداء الزيارة إلى السيدة زينب عليه السلام مؤثر جدا ومجرب. هاتان طريقتان لاستجابة الدعاء: الأول أن تجلس في مكان لوحدك وتقول يا علي 14,000 مرة، أو أنك تقرأ زيارة عاشوراء 40 يوما وتهدي الزيارة إلى السيدة زينب عليه السلام، فإنه مؤثر. جرب ولا تشك. برنامج صباحات الأية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.